يا أستاذ عماد، هل يعني أولاً أنت ما رضيتش تقول عن صديقك ده، صح؟ لا، قلت لان هو صديقي يعني. سالته هل يجوز ان انا استعمل اسمك؟ الرجل قال لي الافضل لا، وتعرف طبيعي انك لازم طبعاً. تحترم مصدرك. طيب أنا بسألك سؤال تاني، هل نحن في زمن اليقين؟ هل ممكن نحن نقول قراءات اقتصادية وراء هذا التطور المذهل في العمليات الاقتصادية اللي بتحصل في العالم ولا لا؟ هو كما تعلم، من ايام ما طلعت العولمه او صار هناك عولمه حقيقيه، ها، فكره انك انت تعيش في جزيره معزوله انتهت الى الابد. لما حصلت الثوره، ثوره الاتصالات الاخيره، كما نعلم الاتصالات مرت باكثر من مرحله، احنا وصلنا الى مرحله ان انت ممكن يبقى في حدث في امريكا يعرف الراجل في جنوب افريقيا قبل ان يعرف به كثير من الامريكان، وهكذا. وبالتالي العالم دخلت في حواجز. اخونا الرئيس الامريكي ياخد قرار انه يرفع سعر الفايده 0.5%، فالعالم كله يرتعش ويصاب ب يعني دوار اقتصادي. الصين دايما كان بيقول لك اذا عطست الصين اصيب العالم بالزكام، لانه الصين وامريكا بيمثلوا تقريبا يعني نص اقتصاد العالم. وبالتالي ما عادش حد يقدر يقول، سواء رضيت ام لم ترضى، انك انت تقول ان انا بعيد عن التاثر. ودي نقطه مهمه للرد على بعض الناس اللي يقول لك احنا مالنا ومال الخارج. اللي حصل في اسعار الفايده على سبيل المثال، انه يعني في فلوس سهله جدا صرفت في اثناء كورونا. الرئيس الامريكي ترامب صرف 2 تريليون دولار كحوافز للامريكان، وهو تصرف انساني عظيم، بس ليه اثار اقتصاديه. فلوس ورق اتطبعت لا يقابلها سلع. بعد كده جه وقت الحساب الحقيقي، ما في سلع، في ارتفاع اسعار، في تضخم. الصين حصل فيها كورونا ثم اغلقت شنغهاي كلها، فتعطلت سلاسل الامدادات، فكل السلع ارتفعت. جاء السيد بوتين دخل اوكرانيا، وحصل الازمه العالميه الكبرى جدا في الغاز والطاقه والبترول والحبوب والسياحه. فدي كلها حاجات طبيعي انها تؤثر على كل العالم. لكن حتى يكون الكلام منطقيا ايضا، هل الازمه كلها في كل دوله هي سبب العالم فقط؟ لا، كل دوله تاثرت بهذه الازمه، لكن كله حسب قوه اقتصاده. بمعنى ان المانيا عندها مشكله كبيره جدا كما تعلم في توقف خطي غاز نورد ستريم اللي جايين من روسيا. بس هي ثالث دوله في الاقتصاد في العالم، فتاثرت، وفي زحام على المتاجر، والناس قالوا نتقشف وتنور اوضه واحده. لكن الاقتصاد الالماني قوي، يسمح لالمانيا انها تدعم مواطنيها، وعندها صادرات كثيره جدا، فتاثرها مش هيكون نفس التاثر اللي حصل في ثلاث دول مثلا، هم مصر والسودان وتونس، الدول الاكثر تضررا من الازمه. ليه؟ لان احنا الدول الثلاثه دي وما يشابهنا من الدول هي الدول الاكثر استيرادا للغذاء، الاكثر استيرادا للطاقه، الاكثر استيرادا للسلاح، للدواء. صافي مستوردين تقريبا الا ما ندر من السلع. فبالتالي درجه التاثر شديد. وبالتالي في جزء خارجي، نعم العالم او الازمه العالميه مسؤول عنه، لكن جزء داخلي ان هذه الاقتصادات اقتصادات كانت ضعيفه، اقتصادات غير قادره على الاعتماد على نفسها. في اقتصادات تانية ربنا كرمها عندها اقتصاد نفطي، فالنفط غلي فكذبت كتير جدا، رغم انها مستورد ايضا صافي للمواد الخام والمستلزمات الانتاج والحبوب. وبالتالي التاثر كان مختلف، العالم كله تاثر، لكن كله حسب قوه اقتصاده، كله نعم. حسب، وهكذا. طب يا استاذ عماد، يمكن حضرتك يعني استعنت بتصريحات مديره صندوق النقد الدولي سيدة كريستالينا جورجيفنا، اللي قالت أنه العام الجديد 2023 هيكون أصعب من العام الذي انقضى قبل أيام قليلة. طيب دي تصريحات المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي. الكتاب اللي احنا استعنا به في كلامنا دلوقتي للراجل الكاتب البولندي باومان، لما قال أنه الأزمنة السائلة العيش في زمن اللا يقين. هل احنا، بسألك يا أستاذ عماد، هل احنا في مشهد ضبابي احنا كجزء من العالم؟ طبعا شديد الضبابيه، يعني في واقع. الكلام اللي قالته السيده كريستينا جورجيفا قالت بوضوح جدا، المحركات الثلاثه الرئيسيه للاقتصاد العالمي، وهي الامريكي الصيني الاوروبي، في حاله تباطؤ شديد، تعاني معاناه شديد. وبالتالي علينا ان نكون واقعيين وندرك ان العام الحالي هو عام اصعب بكثير مما سبقه.
ودي كلام يعني اكيد صندوق النقد الدولي مش من مصلحته ان هو يطلق تصريحات متشائمه، لكن هي تشخيصها لهذه الامر شديد الوطأة وشديد يعني كاشف الى حد كبير. الضبابي ربما اقول لحضرتك ضبابي، لا ربما الموضوع اكثر من واضح في بعض، كان ضبابيا لكن بدات الامور يعني تتضح تنجلي. عندنا في شويه محركات اساسيه ومعالم اساسيه دكتور عمرو. نمره واحد، عندك كان تضخم ثم دخلنا في ركود، والبعض بيقول عليه ركود تضخم، تباطؤ في صندوق النقد بيقول انه لاول مره من 40 سنه الاقتصاد الصيني سيحقق معدل نمو مساوي للمعدل العالمي وربما اقل، وتعلم ان الصين قعدت فتره طويله جدا بتحقق فوق 10%. النمره ثلاثه، فكره الديون، الديون السهله انتهت او الفلوس السهله انتهت، بدات مشكله يعني ايه مشكله الديون عشان ما حدش واخد باله منها، ان في فلوس كثيره وانتاج قليل، فكان في ناس بتطبع ورق زمان وبتديك فلوس، انتهى العصر ده وفوقنا على تضخم مريع وصعب جدا. كل اللي عندك ازمه امدادات عالميه، عندك ازمه مناخ مؤثره تاثير كبير جدا على المحاصيل الزراعيه وحجمها. عندك سلاسل الامدادات التي تتعطل بسبب اوباء او بسبب حروب البحر الاسود مثالا كما حدث في الحبوب قبل حوالي اقل من عام. كل دي حاجه بتدي، المؤشرات دي كلها بتدي مشهد طبعا ازاي ينعكس ده على الصدر العالمي؟ زي ما اتفقنا في ناس هتتاثر بنسبه 1% وناس هتتاثر بنسبه 90%. نتمنى ان احنا في الاقتصادات المماثله للاقتصاد المصري ان احنا نتجنب الحد الاقصى من الاضرار. في اضرار ستقع بعضها وقع ونعيشه كل يوم، والبعض الاخر في طريقه للوقوع، وبالتالي كيف يمكنك ان يعني تفلت وتنجو من هذا الامر؟ هذا هو التحدي الحقيقي. وهذا التحدي يمكن يعني الدولة تبحث فيه، خبراء الاقتصاد بيبحثوا فيه، اللي أنا هروح لأحدهم الآن وربما الاثنين منهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد الدين حسين، كاتب الصحفي ورئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ.